أحب أن أبدأ مشاهدي الكرام بالسؤال الذي ربما نحن الآن في حضرة العقول القادرة على الإجابة عليه بما يقترب بنا من الحقيقة. هل يمكن سيادة اللواء لسلطة احتلال أن تطرد كل الناس على الأرض وأن تستولي على كل الأرض وتصفي القضية؟ هل حدث هذا في التاريخ؟ هل لدى إسرائيل من القوة وهل لدى المجتمع الدولي من التراخي ما يجعل هذه الخطة قابلة للتنفيذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا هو سؤال حضرتك لازم فيه جزء منه من التاريخ لازم نبص عليه، مهم جدا في التاريخ. التاريخ في العالم كله من أول الولايات المتحدة الأمريكية مع السكان الأصليين تم برضو كده طردهم أو استيعابهم في الدولة الجديدة، وده في أستراليا نفس الكلام حصل نفس الكلام، وما يحدث في الضفة الغربية يعني شبيه بهذا بهذه المواضيع بالموضوعات اللي احنا بنقول ان هو بيتخلص من السكان الأصليين ويجي مكانهم السكان اللي هم بتوع دولة الاحتلال. زي ما حضرتك أشرت في المقدمة في الأول إن هو القانون الدولي بيمنع هذا، بيحذر أو بيمنع هذا الموضوع نهائي، إنك أنت دولة الاحتلال أو الدولة المحتلة بيمنحها من هي تقيم تحضر السكان بتوعها وتحطهم مكان السكان الأصليين. طيب ماذا يحدث في الضفة الغربية فعلا؟ هو في فعلا مخطط موجود، مش وليد النهاردة، هو وليد سنين فاتت من 48 و67 للاستيلاء على أراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل. كل الأراضي الفلسطينية بالكامل. طيب احنا ليه بنتكلم اليومين دولت على هذا الموضوع؟ لأن احنا في حكومة يمينية دينية متطرفة بدأت يعني تضع قوانين وتضع أسس وبعيدة تماما عن القانون الدولي، وهي كل القوانين الدولية بتقول عكس ما يتم في إسرائيل، ولكن هي لا تبالي لأن من وراء الولايات المتحدة الأمريكية. طيب ماذا يتم أيضا؟ نرجع تاني لنفس النقطة ديت، إن إسرائيل بتشتغل على هذا الموضوع. بقى في مستويين داخل هذه الحكومة، في مستوى مدني وفي مستوى عسكري. المستوى المدني ده بيقوده ان هو هنبص نلاقي ان الحكومة الإسرائيلية بدأت تشكل الوزراء اللي مسؤول عن الاستيطان بقى ديت من الأحزاب اليمينية المتطرفة. يعني بتسأل سموتريتش وزير المالية اللي هو مسؤول عن الميزانية بتاعت الاستيطان ووزير في وزارة الدفاع، ده واحد. نمرة اتنين تسوفر هوفر دوت من يهودتها توراة، وده مسؤول عن وزارة الاستيعاب والهجرة. نمرة ثلاثة إتمار بن جفير وزير الأمن، وزير الأمن القومي. وبعدين إسحاق وزير الإسكان من يهودتها توراة، واخد بال صدق إزاي؟ يعني هو جاب كل الأحزاب الدينية المتطرفة وعين منها وزراء تهتم بهذا الشأن، الشأن الاستيطان يعني داخل الضفة. الأمر واضح. زائد كده راح مدي ادى سلطات لحاجة اسمها الإدارة المدنية. الإدارة المدنية ديت هو بدل كان الأول خالص كان الاستيطان في الضفة الغربية عبارة عن ثلاث جهات بس. جهة اسمها مجلس يشع، ومجلس يشع ده الاختصار بتاع يشع اللي هي ين يهود، يه ياء اللي هي يهودة، شين شمرون، وعين اللي هي عزة اللي هي غزة. فالمجلس ده كان مسؤول عن الاستيطان داخل الضفة الغربية وغزة، واخد بال حضرتك ازاي؟ معاه مين؟ معاه وزارة الدفاع. معاه مين؟ معاه وزارة البناء والإسكان. طيب ما هو علاقة الثلاثة دول ببعض؟ مجلس يشع ده يقول أنا عايز أعمل مستوطنة في الحتة في المكان الفلاني، وزارة الدفاع تقول له او لا. تبقى لايه؟ وزارة الدفاع بتحدد بتحدد اماكن المستوطنات دي بناء على الموقع العسكري، هي عايزة تدافع عن تحط فين الاماكن الاستراتيجية. المستوطنات مش محطوطة في اي حاجة، ليست المستوطنات محطوطة في اماكن محددة بتصدق عليها وزارة الدفاع، وزارة الدفاع السؤالية.
بناء عليه وزاره البناء والاسكان تبتدي تشتغل بعد التصديق ده كله. طب هذا الكلام دلوقتي موجود؟ لا، بقى حاجه تانية، بقى في حاجه اسمها الاداره، عايزين بقى يبعدوا عن الجيش، فراحوا عاملين اداره اسمها اداره مدنيه. الاداره المدنيه دي يقودها مين؟ بتسلقيل سوموتريتش اللي هو وزير الماليه، وفي نفس الوقت هو وزير في وزاره الدفاع، بقى مسؤول عن الاداره المدنيه دي عن الضفه الغربيه. طب مين وراح معايا النايب بتاعه اللي هو هليل طوط. ده بقى اتعين نايب بتاعه هو اللي مسؤول عن الموضوع ده. هو مسؤول عن ايه بقى؟ يصادر الاراضي الفلسطينيه، يهد المباني الفلسطينيه اللي داخل الاراضي المصادره، يبتدي يوافق على مستوطنات موجوده جديده، يبتدي يوافق على بؤر استيطانيه موجوده يصدها لو يقنن اوضاعها، واخد بال حضرتك ازاي؟ موضوع المياه هو مسؤول عنه، وهكذا. كل اللي جينا هنا في توغل على الاراضي الفلسطينيه في الضفه الغربيه، وتوغل ممنهج.